السلام عليكم يا شباب، النهارده هنحقق اول سيكشن عملي عن البيرسونال كير اند كوزماتيك بريباريشن. عايزاك تكون عارف ان انت ان شاء الله مش هيكون عندك امتحان عملي، فدرجه الامتحان هتتقسم على السكشنين دول، فكل سكشن منهم هيكون عليه درجه كبيره من ال 45 درجه بتوع العملي، فطالبه منك ان انت تركز كويس جدا في فيديو الشرح. كمان هينزل لك فيديوهات توضيحيه للتحضيرات وازاي بنحضرها كديمو، فلو سمحتوا بتركزوا كويس جدا في الفيديوهات دي قبل ما تيجي يوم السكشن. فيما يخص بقى يا شباب الكالكوليشن او الاجزاء النظريه اللي بتتشرح دي، ان شاء الله هتتسال عليها في الكويز اللي هيتعمل خلال التور. ايه اللي هنشرحه النهارده في السكشن بتاعنا؟ اول حاجه هنتكلم على الجنرال بروسيدير اوف كوزمتيك كريم اند لوشن بريباريشن، الطريقه عامه لتحضير الكريمات واللوشن، وايه هي التراكس ان بريباريشن اوف كلينسينج اند مويستورايزنج بريباريشن، ايه هي الحاجات المهمه اللي احنا ناخد بالنا منها في تحضير الكلينسينج والمويستورايزنج بريباريشن. هنشرح في اثناء السكشن خمس تحضيرات، لكن انت اللي هيكون مطلوب منك تحضيره في السكشن تحضيرتين بس من التحضيرات دي، واحده لوشن وواحده كريم. يبقى انا هشرح خمس تحضيرات، لكن اللي هيجي لك في السكشن تحضيرتين بس منهم، واحده لوشن وواحده كريم. طيب الدرجه يا شباب هتكون على ايه؟ اول حاجه على البريباريشن كونسستنسي، قوام التحضيره اللي انت محضرها. يعني لو انا طالبه منك ان انت تحضر التحضيره دي ككريم، ما ينفعش اجي الاقي ان هو مثلا مش سيمي سوليد، الاقي حاجه ليكويد، او ان هو يعني ما جمدش منك الكريم، يبقى انت كده ما حضرتوش مظبوط. والعكس لو انا طالبه منك اللوشن، ما ينفعش انا طالبه لوشن الاقي مثلا اجي اشوف في البوتل الاقي ان هي اللوشن بتاعك مش بيتصب او جامد جدا، يبقى انا كده ما ظبطتش قوام التحضيره بتاعتي في الصوره المظبوطه. تاني حاجه الكوانتيتي، الكميه. يعني انا لو طالب تحضير 25 جرام، ما ينفعش ان انت مثلا تسلم لي تحضيره وزنها 10 جرام، لان ده معناه ان انت حصل معاك لوس جامد اثناء التحضير، او ان انت ما وزنتش واخدت كميات بطريقه مظبوطه. الليبل، واخر حاجه طبعا نظافه المكان اثناء وانت شغال واثناء ما بتسلم التحضيرة بتاعتك في النهاية، لازم يكون مكان بتاعك طبعا نظيف. كمان يا شباب التزامنا داخل المعمل عليه درجة، يعني ان انا ابقى ملتزم بارتداء الماسك طول فترة تواجدي في المعمل، ان انا ملتزم بالادوات المطلوب مني انها تكون موجودة معايا، لان زي ما انت عارف ممنوع تماما ان احنا نشارك الادوات مع بعض، لان طبعا ده فيه خطورة علينا. طيب احنا قلنا يا شباب ان احنا هنتكلم عن تحضير الكوزماتيكس كريمز واللوشن. هو ايه الفرق ما بين الكريم واللوشن؟ الكريمز يا شباب بتكون سيمي سوليد بريباريشن، سيمي سوليد، وبتكون طبعا زي ما انت خدت في سنه تانية ان الكريم عباره عن اصلا ايمالشن، يبقى احنا بنكون في الكريم اصلا ايمالشن، وبعد كده بنفضل نعمل له ميكسنج لغايه ما بيتحول معايا الى سيمي سوليد بريباريشن. امال اللوشن، اللوشن طبعا زي ما انت عارف ان هو بيكون في صورة فيسكس ليكويد، ليكويد تقيل كده، بيكون في قوام حاجة زي مثلا الشامبو او العسل، مثلا اللي هو العسل الابيض، فبيكون فيسكس ليكويد. يعني ما ينفعش ان اللوشن انت تحضره زيه زي المية كده، لا هو بيكون فيسكس ليكويد. واللوشن في تحضيره يا شباب اما ان هو بيكون في صورة سسبنشن او بيكون في صورة ايمالشن. يبقى الكريم هو سيمي سوليد وهو عبارة عن ايمالشن، اما اللوشن هو بيكون فيسكس ليكويد وبيكون سسبنشن او ايمالشن. طيب هنتكلم احنا النهارده يا شباب عن تحضير الايمالشنز اللي هي بتبقى موجوده زي ما قلنا في الكريمز، اللي هي بتبقى موجوده في الكريمز وفي الايمالشن تايب لوشن. زي ما انت عارف ان اي ايمالشن بيبقى فيه اويل فيز، بيبقى فيه اكويس فيز، وطبعا لازم يكون عندي الايمالسيفاير او السيرفيس اكتيف ايجنت او السيرفاكتنت. الايمالسيفاير ده طبعا على حسب الاتش ال بي بتاعته، الهيدروفيليك لايبوفيليك بالانس بتاعنا، بيقدر ان هو يديني اويل ان ووتر ايمالشن او يقدر يديني ووتر ان اويل ايمالشن. يبقى في اي تحضيره من اللي احنا بنقولها يا شباب لازم هيبقى عندك اويلي فيز، ولازم هيبقى عندك اكويس فيز، ولازم طبعا يكون عندي الايمالسيفاير، ولازم اكون عارف هل الايمالشن هو اويل ان ووتر ايمالشن ولا ووتر ان اويل ايمالشن. طيب انت اول حاجه شباب لما تجيلك تحضيره بيبقى فيها كذا انجريدينت، في كذا حاجه هتستخدمها في التحضيره بتاعتك. اول خطوه عايزاك تعملها ان انت تحدد
كل حاجة من الحاجات الموجودة عندك في التحضير هل هي بتتبع الأويلي فيز ولا الأكويس فيز؟ دي مهمة جدا أثناء الشغل. طب إيه هي الحاجات اللي بنحطها تبع الأويلي فيز؟ عندنا أول حاجة سوليد ليبيدز. سوليد ليبيدز زي مين؟ زي الاستياريك أسيد، زي الاستياريك أسيد، زي البيز واكس، زي السيتايل الكول او الاسم التاني السيتوستيرايل الكول، وزي الهارد بارافين. يبقى اي حاجة من الحاجات دي يا شباب تجيلنا ابقى عارف ان هي عبارة عن ايه، عبارة عن سوليد ليبيدز، يبقى دي تبع الاويلي فيز، وجوه الاويلي فيز هي سوليد ليبيدز، وهنعرف ليه. احنا عايزين نعرف هي سوليد ولا سيمي سوليد ولا ليكويد. يبقى دي الحاجات السوليد ليبيدز. في حاجات بقى سيمي سوليد ليبيدز زي مين؟ زي اللانولين او اللي هو الوول فات، زي الفازلين اللي هو زي الاسم التاني وايت سوفت بارفن او بترولاتن. يبقى لو جالك في التحضيره لانولين او فازلين لازم تبقى عارف ان هما سيمي سوليد ليبيدز. يبقى اللانولين والفازلين يا شباب هما سيمي سوليد ليبيدز. اخر حاجه الليكويد ليبيدز اللي هما زي الليكويد بارافين او المينرال اويل، زي الكوكونات اويل وزي الكاستر اويل. يبقى لازم نكون عارفين ان انا لو جات لي حاجه من الحاجات ديت هما تبع الاويلي فيز، واكون عارف هل هما سوليد، هل هما سيمي سوليد، هل هما ليكويد ليبيدز. يبقى دي اول حاجه لازم نكون عارفينها. طب نيجي لحاجه اللي هي الاكويس فيز. الاكويس فيز طبعا بيتبعها الووتر سوليبل سوليدز، يعني اي سوليدز بتدوب في الميه. زي مين اكزامبلز عليهم؟ زي البوركس، زي البوتاسيوم هيدروكسيد، وزي الصوديوم لورايل سلفيد او اللي هو ال SLS. كمان الليكويدز بقى اللي بنحطها في الاكويس فيز طبعا اكيد الووتر، ومعاها التراي ايثانول امين اللي هو اختصار بتاعه TEA، والجليسرين، واخر حاجه الصوديوم كاربوكسي ميثايل سيلولوز سولوشن او CMC سولوشن. يبقى الليكويدز دي ليه بنحطها في الاكويس فيز يا شباب؟ لانها ووتر ماسبل ليكويدز، لو حطيتها مع الميه هتدخل معاها عادي مش هتفصل عنها، فبنحطها تبع الاكويس فيز. يبقى لو جات لك في التحضير حاجه من الحاجات الووتر سوليبل سوليدز، البوركس، البوتاسيوم هيدروكسيد او صوديوم لورايل سلفيت، لو جات لك حاجه من الووتر ماسبل ليكويدز اللي هم التراي ايثانولامين، الجليسرين، السي ام سي سولوشن، كل ده بتعتبره تبع الاكويس فيز. طيب بعد ما خلصنا يا شباب الاويلي فيز والاكويس فيز، ممكن تكون عندي في التحضيره ووتر انسولابل سوليدز، حاجه زي الكالاماين، الزنك اوكسايد، السلفر، الساليسيليك اسيد، والباودر بيز اند كالر. السوليدز دي هي مش ووتر سوليبل فما اقدرش احطها مع الاكويس فيز، وهي برضو مش ليبيدز فما بنحطهاش مع الاويلي فيز، وبيكون ليها طريقة تعامل معين أثناء التحضير هنقولها في السلايدز اللي بعد كده. طيب دلوقتي يا شباب بعد ما قدرنا نعرف كل حاجة عندنا في التحضيرة، هل هي تبع الأويلي فيز ولا هي سوليد ولا سيمي سوليد ولا ليكويد ليبيد، وهل هي تبع الأكويس فيز أو هي ووتر انسوليبل سوليد، هنبتدي بعد ما عرفنا كل حاجة بقى بتتبع أي فيز منهم، هنبتدي إن احنا نحضر الإيمالشن بتاعنا. في البداية عندك الأويلي فيز ده بتضيفه في الكاسرول. طب هل بنضيفه في الكاسرول بأي ترتيب ولا بترتيب معين؟ لا، بنضيفه depending على الميلتنج بوينت بتاعتنا، decreasing order of melting point، يعني من الهاي ميلتنج بوينت to low ميلتنج بوينت. هنبدأ من الحاجة اللي ليها ميلتنج بوينت عالية اللي هم السوليد ليبيدز، دول بيتحطوا في الكاسرول الأول، والكاسرول بتتحط على الووتر باث، فبنحط الأول السوليد ليبيد حصل لها ميلتنج هتبتدي تضيف السيمي سوليد، حصل لها ميلتنج هتبتدي تضيف الليكويدز. يبقى بالنسبه للاويلي فيز بنحطه في الكاسرول بترتيب الميلتنج بوينت، بحط الاول السوليد ليبيدز، بعد كده السيمي سوليدز، وبعد كده الليكويدز. يبقى الاويلي فيز بيتحط في الكاسرول يا شباب. طب الاكويس فيز بقى بيتحط فين؟ الاكويس فيز بيتحط في البيكر. يبقى انا في البيكر بتاعي هحط الووتر، واحط الووتر سوليبل سوليدز السوليدز اللي بتدوب في الميه، واحط الووتر ماسبل ليكويدز الليكويدز الماسبل مع الميه. طبعا مش محتاج هنا اي ترتيب، انت تحطهم بس مع بعض وتعمل لهم ميكسنج بالجلاس رود.
لانهم كلهم هيدخلوا ويدوبوا مع بعض، فما فيش ترتيب معين. طيب يبقى انا حضرت الاويلي فيس بتاعي في الكاسرول وحضرت الاكويس فيس بتاعي في البيكر، ناقص ان انا ايه احطهم على بعض. هل ينفع ان احنا نحطهم على بعض يا شباب والبيكر او اللي هو الاكويس فيس موجود في الروم تمبريتشر درجه الحراره العاديه كده، احطه على الاويلي فيس بتاعي وانا اعمل له ميلتنج في درجه حراره عاليه؟ اكيد لا، لان لو حطيته كده الاويلي فيس بتاعي هيرجع يجمد مره تانية والايمالشن هيفصل. يبقى في حاجه مهمه جدا في اي ايمالشن، ان انت تقدر ان انت تعمل هيتنج للاكويس فيس لدرجه حراره 70. يبقى اهم خطوه في تحضير الايمالشن ازاي تظبط درجه حراره البيكر بتاعك عند 70. طب ازاي هعرف ان البيكر وصل لدرجه حراره 70، الاكويس فيس وصلت لدرجه حراره 70؟ طبعا مفروض ايدلي ان انت يبقى معاك ترمومتر وتبتدي ان انت تشوف انه بيوصل لدرجه حراره 70. طب لو انا معيش ترمومتر، مفروض اللي هي الفيرست بابل فورميشن اول ما يبتدي كده بدايه الغليان، او ان انت لما تمسك البيكر في ايدك انت قادر تستحمل السخونيه بتاعته، يعني هو سخن بس انت قادر تستحمله، هتعرف بكده ان انت وصلت لدرجه حراره 70. طب ليه انا بقول ان الخطوه دي يا شباب هي اهم خطوه في تحضير الايمالشن؟ لان زي ما اتفقنا لو انت حطيت البيكر وهو ما وصلش عند درجه حراره 70، كان لسه ما سخنش قوي، الايمالشن هيفصل معاك وكده الايمالشن بتاعك هيبوظ، طبعا هيحصل فيز سيبريشن، هتلاقي الاويل في ناحيه والاكويس فيز في ناحيه، مش هيعملوا معاك اصلا الايمالشن. طب ولو سبت البيكر، في بعض زمايلكم بقى يسيب البيكر لغايه ما يغلي ويبتدي الميه يحصل لها ايفابوريشن، الميه لما تتبخر معاك اول حاجه هيقل معاك الكميه بتاعه التحضيره، تاني حاجه ان انت لو عندك كريم هتلاقيه جامد جدا، مش هيبقى الكريم بالقوام اللي هو المظبوط بتاعه، لو عندك لوشن هتلاقيه جامد جدا منك. كل ده ليه؟ عشان انت سبت الووتر او الاكويس فيز يحصل لها ايفابوريشن وسبتها على الهوت بليت لمده طويله. يبقى اهم خطوه في تحضير اي ايمالشن يا شباب ان انا اظبط تسخين الاكويس فيز بتاعي لدرجه حراره 70 عشان الايمالشن ما يفصلش منك. بعد يا شباب ما احنا اتفقنا ان وصلنا البيكر لدرجه حراره 70، هنضيف الكونتنت اوف ذا بيكر تو ذا كاسرول، وهبتدي ان انا اعمل لهم ميكسنج بالبسل وانا على الووتر بات لغايه ما تتكون معايا ميلكي وايت باتشز على السيرفس بتاع الايمالشن، وده معناه ان بدات الايمالسيفيكيشن يحصل وبدا الايمالشن بتاعي يتكون. يبقى تاني انا حطيت البيكر بتاعي الهوت بليت وسخنته لدرجه حراره 70، وبعد كده اقوم واخده ضيفه على الاويلي فيز اللي موجود في الكاسرول، ابتدي ان انا اعمل له ميكسنج بالبسل بتاعتي على الووتر بول لغايه ما تتكون عندي ميلكي وايت باتشز، يبقى ده معناه ان الايمالسيفيكيشن حصل وان الايمالشن بدا يتكون. بعد ما اتكونت الميلكي وايت باتشز اقوم بقى واخد الكاسرول بتاعتي وراجع لمكاني وبكمل برضو التقليب بتاعي اوتسايد الووتر بول. بس في حاجة مهمة جدا في التقليب يا شباب، لازم نكون بنقلب with stress بضغط جامد one direction، بعمل الستيرنج في one direction في اتجاه واحد، وperpendicular باتجاه عمودي. يبقى انت بتمسك البسل بتاعتك عمودية على الكاسرول وبتقلب بستريس وفي one direction. طب هفضل اقلب outside the water path لغاية امتى؟ لغاية ما يحصل solidification للكريم، تلاقي الايمالشن بتاعك تحول لسيمي solid كريم، او ان يحصل thickening للوشن، يعني الايمالشن بتاعك بدأ القوام بتاعه يتقل شوية. يبقى انت كده حضرت ايه الكريم او اللوشن بتاعك. طيب احنا قلنا يا شباب ان عندنا كمان الووتر insoluble solids اللي قلنا زي الكالاماين والزنك اوكسايد والسلفر والحاجات دي كلها، قلنا ان هما ووتر insoluble، فبالتالي انا ما اقدرش احطهم مع الاكويس فيز لانهم مش بيدوبوا في الميه. هنعمل ايه بقى فيهم يا شباب؟ اول خطوه ان انت بتعمل لهم جرايندنج في المورتر، بتطحنهم كويس جدا في المورتر. ليه بطحنهم؟ لان هما لو البارتيكل سايز بتاعتهم كبيره وانت جيت تحطهم في الكريم، اول ما يجي البيشنت بتاعك يحط الكريم هيلاقي الكريم بتاعك جريتي محبب، لان جواه البارتيكلز بتاعه السوليدز دي مش دايبه،
فيجي يحط كده الكريم بدل ما يبقى ملمسه ناعم وكله داخل في بعضه كده، لا تلاقيه ان هو محبب شويه وجريتي، يبقى ده معناه ان انت ما طحنتش الباودر بتاعك كويس. يبقى اول خطوه في السوليد دراجز دي اللي هي ووتر انسوليبل سوليدز، ان انت تبتدي اول حاجه تطحنها كويس جدا عشان تقلل البارتكل سايز بتاعتها. تاني خطوه عشان تقدر انها تدخل جوه الكريم او اللوشن بتاعنا، بنعمل لها ليفيجيشن. والليفيجيشن ده ممكن تعمله ويز كلاثرول، او الاسهل ان انت تعمله بجزء من اللوشن او الكريم. طب ازاي الليفيجيشن يا شباب هعمله؟ انا عندي السوليد بتاعي موجود في المورتر، هبتدي اضيف عليه جزء من اللوشن او الكريم بالسباتيلا، وبعدين ابتدي ان انا اعمل لهم ميكسنج بالفيسل مع بعض، وافضل اضيف كل شويه جزء من اللوشن والكريم لغايه ما تلاقي عندك ان انت بدات تسمع الكليكينج ساوند وتكونت عندك سموث بيست. طبعا انت عملت الليفيجيشن السنه اللي فاتت، يبقى تاني الليفيجيشن يا شباب بنعمل ايه؟ ان انا عندي هنا السوليد بتاعي بعد ما عملت له جرايندنج بالمورتر، ببتدي اضيف عليه جزء من اللوشن او الكريم بتاعي، وابتدي اعمل لهم ميكسنج بالبسل لغايه ما يتحول السوليد اللي عندي، الباودر اللي عندي ده، لسيمي سوليد بيست، بيست سموث كده وناعمه وسيمي سوليد، وكمان بسمع الكليكينج ساوند فاعرف هنا ان انا عملت الليفيجيشن. وبعد كده ببتدي اضيف كمان باقي اللوشن او الكريم عشان اعمل لهم بقى ميكسينج كلهم مع بعض، واحضر الكريم او اللوشن اللي بيحتوي على الووتر انسوليبل سولت. في بعض النوتس المهمه جدا اللي لازم تاخد بالك منها. اول حاجه هنتكلم عن الاستياريك اسيد، ودي مهمه جدا يا شباب. اي تحضيره يجيلك فيها الاستياريك اسيد بتسيبه لمدة 15 دقيقة بعد ما يحصل له ميلتنج على الووتر باث قبل ما تضيف عليه اي حاجة تانية. تاني يا شباب، لو جات لك في اي تحضيرة الاستياريك اسيد على طول تفتكر انه اول حاجة هتتحط في الكاسرول، وانه بيتساب في الكاسرول على الووتر باث بعد ما يحصل له ميلتنج لمدة 15 دقيقة قبل ما تحط عليه اي حاجة تانية. تاني، يبقى الاستياريك اسيد لو جالي في اي تحضيره هو اول حاجه هحطها في الكاسرول وهسيبه على الووتر باث، هسيبه على الووتر باث بعد ما يحصل له ميلتنج لمده ربع ساعه قبل ما اضيف عليه اي حاجه تانية. طب ليه يا شباب؟ الاستياريك اسيد مش بيكتسب الحراره بسهوله، فانت لو انت حطيت عليه اي حاجه تانية قبل الربع ساعه هتلاقيه جمد معاك مره تانية ومش هيحصل له ميلتنج تاني. فخد بالك لو سمحت، الاستياريك اسيد اول حاجه تحطها في الكاسرول وتسيبه لمده 15 دقيقه على الووتر باث من غير ما تحط عليه اي حاجه تانية. بعد ما تعدي ال 15 دقيقه حط بقى على الكاسرول بقيه الحاجات اللي انت هتستخدمها في الشغل ومفيش مشكله. لو انت حطيت بسرعه واستعجلت هيجمد معاك الاستياريك اسيد وهيبوظ معاك التحضيره بتاعتك. فلو سمحت، الاستياريك اسيد بتسيبه لمدة 15 دقيقة قبل ما تحط عليه اي حاجة، بتسيبه 15 دقيقة على الووتر باث من قبل ما تحط عليه اي كومبوننت تاني عشان ما يرجعش يجمد ويبوظ لك التحضيرة بتاعتك. تاني حاجة، ان الليكويد بارافين لما بحطه في الكاسرول يا شباب ما تسيبهوش اكتر من 5 دقايق، لان ممكن يحصل له تشيرنج، ممكن يتحرق ويسود ويتغير لونه. فلما تحط الليكويد بارافين ما تسيبهوش اكتر من 5 دقايق، وبعد كده تحط طبعا على الاويلي فيس بتاعك بقيه الحاجات. يبقى عندنا حاجتين، الاستياريك اسيد بيتساب ربع ساعه على الووتر باث بعد الميلتنج قبل ما احط عليه اي حاجه، والليكويد بارافين العكس، ما سيبوش اكتر من 5 دقايق عشان ما يتحرقش ويتغير لونه، ولازم على طول اقوم ضايف عليه الاكواس فيس بتاعي واكمل الشغل، ما سيبوش اكتر من 5 دقايق. هنتكلم اول حاجه في الشغل بتاعنا يا شباب عن الكلينسينج بريباريشن. يعني ايه كلينسينج بريباريشن؟ يعني بريباريشن بنستخدمها فور ريجولر كلينسينج اوف سكين، لتنظيف البشره، عشان تعمل بقى ريموفينج للناتشرال اويلي سيكريشنز، الديد سيلز، الميك اب، بنستخدمها في تنظيف البشره، بتشيل اي حاجات اويلي سيكريشن او خلايا ميته او الايه الميك اب. طيب
ليه احنا ما نستخدمش الووتر يا شباب في الكلينسينج؟ يعني ايه المشكله ان نستخدم الووتر؟ طبعا زي ما انت عارف ان انا عندي هنا اويلي سكريشن وديد سيلز، هل الووتر هيقدر يشيلها؟ لا طبعا. يبقى الووتر ما ينفعش ان احنا نستخدمه في الكلينسينج لوحده، لانه مش هيعمل ريموفينج للاويلي سكريشنز. طيب ليه ما بنستخدمش الصوب؟ لان الصوب يا شباب بيشيل كل الاويلي سكريشنز الموجوده في السكن بتاعتنا، وهيسبب لي دراينس اوف ذا سكن. فالاحسن ان انا استخدم الكلينسينج بريباريشن اللي بتبقى فيها زي ما احنا قلنا كده ايمالشن، يعني فيها كومباينيشن ما بين الووتر وما بين السولفنت افكت بتاع الاويل اللي هو الليكويد بارافين. يبقى انا عندي الووتر وعندي الليكويد بارافين الاويل بتاعي، هيقدر ان هو يعمل يدوب اي اويلي سكريشن او ديد سيلز او اي حاجه، ويقدر يعمل كلينسنج للبشره، وفي نفس الوقت مش هيعمل كومبليت ديجريزنج، لان التحضيره بتاعتنا هي نفسها فيها اويل، فمش هتعمل كومبليت ديجريزنج للسكن وللاويلز والليبيدز الموجوده في السكن بتاعتي، لان هي مش زي الصوب. يبقى ليه انا يا شباب ما بقدرش استخدم الووتر في الكلينسنج؟ لان هي اصلا مش هتعمل ريموفينج للاويلز من السكن. مش بس ليه مش بفضل استخدام الصوب؟ لانها هتعمل كومبليت ديجريزنج، هتشيل كل الليبيدز الموجوده طبعا على السكن، فده هيعمل لي دراينس وجفاف في البشره. فبستخدم الكلينسنج بريباريشن لان بيبقى فيها ووتر وبيبقى فيها ليكويد بارفين. عشان كده هتلاقي ان في كل تحضيرات الكلينسنج اللي هنتكلم عنها نسبة الليكويد بارافين بتكون اكتر من 30%. يبقى حاجة مميزة جدا يا شباب في الكلينسنج بريباريشن، بلاقي نسبة الليكويد بارافين اكتر من 30%، عشان تقدر طبعا ان زي ما اتفقنا انها بتعمل تنظيف للبشرة، وفي نفس الوقت without complete decreasing. decreasing يعني removal of lipids، مش هتعمل removal of lipids زي ما بيعمل الصوب. طيب بالنسبه للكلينسنج بريباريشن يا شباب، احنا هنتكلم عن ثلاث تحضيرات: الامين صوب ستابلايزد ايمالشن، الالكالايل سلفيت ستابلايزد ايمالشن، والبيز واكس بوركس ايمالشن. هنتكلم عن اول تحضير يا شباب في الكلينسنج بريباريشن اللي هي الامين صوب ستابلايزد ايمالشن، وده بيكون الكلينسنج لوشن اللي احنا هنشتغله في السكشن ان شاء الله، موجود عندك في كتاب العملي صفحه 51. بيتكون من ايه يا شباب؟ بيتكون من البيز واكس، ليكويد بارافين، تراي ايثانولامين استياريت، والووتر. وطالب مني ان انا احضر 25 جرام اوف كلينسينج لوشن. في الاول كده عايزين نفكر مع بعض مين في التحضيره دي يا شباب هو الايمالسيفاير. البيز واكس عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن ليبيد. الليكويد بارافين عباره عن ليكويد ليبيد، واكيد مش الووتر. يتبقى مين هنا الايمالسيفاير عندي؟ هو التراي ايثانولامين استياريت. يبقى الايمالسيفاير يا شباب في التحضيره بتاعتنا هو التراي ايثانولامين استياريت، لان زي ما انت شايف هو مكون من جزء هيدروفيليك اللي هو التراي ايثانولامين، وجزء لايبوفيليك اللي هو الاستياريت. طبعا يبقى اذا ده هو الايمالسيفاير بتاعي، وده بيديني اويل اند ووتر ايمالشن. يبقى الكلينسنج لوشن يا شباب الايمالسيفاير اللي فيه هو تراي ايثانولامين استياريت، لان اي ايمالسيفاير زي ما انت عارف لازم يبقى فيه جزء هيدروفيليك وجزء لايبوفيليك. وبيديني اي نوع من الايمالشن؟ بيديني اويل اند ووتر ايمالشن. طيب احنا في الشغل يا شباب هنشرح الاول الكالكوليشن، هنشرح الحسابات، وبعد كده هنشرح طريقه الشغل. طيب بالنسبه للحسابات، لما بيجيلك تحضيرة زي دي عايزاك تاخد بالك من حاجة مهمة جدا، اللي هي ايه؟ اللي هي كلمة water 2. معنى كلمة water 200 جرام يبقى ده ايه؟ ده التوتل of the preparation. التوتل weight of the preparation 100 جرام. يعني الارقام دي هستخدمها لو انا عايز احضر 100 جرام من الكلينسنج لوشن. تاني، يبقى طالما قال لي water 2 دي معناها ايه؟ معناها ان التوتال ويت بتاع التحضيره هو 100 جرام. يعني انا هستخدم الارقام اللي فوق دي لو انا عايز احضر 100 جرام. بس هو عايزني احضر قد ايه؟ هو طالب سند قد ايه؟ هو طالب سند 25 جرام.
يبقى اول خطوة هعملها ايه يا شباب؟ ان انا اني احسب الفاكتور. الفاكتور عبارة عن ايه يا شباب؟ عبارة عن required او السنت اللي هو كان 25 على التوتل اللي هو كان 100. فقدرنا ان احنا نحسب الفاكتور. يبقى اول خطوة يا شباب اني احسب الفاكتور اللي هو required او السنت على التوتل، تمام؟ تاني حاجة اني هاخد الفاكتور بتاعي واضرب كل حاجة في الفاكتور. فبالنسبة للبيز واكس كان هو عطوني 8 جرام لو انا هحضر 100، فضربناها في الفاكتور بتاعنا فتحولت ل 2 جرام. تاني حاجة الليكويد بارافين برضو هو كان عطيني 35، هضربها في الفاكتور بتاعي. في حاجة مهمة جدا يا شباب في الليكويد بارافين، انت لما حسبته حسبت كميته بالجرام، بس ده ليكويد انا باخده بالملي، ازاي احول من جرام لملي ليتر؟ ان انا بقسم على السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الليكويد بارافين اللي هي 0.9، فتحول معايا من 8.75 جرام ل 9.7 ملي ليتر. يبقى بحول الحاجة الليكويد من جرام لملي ليتر بان انا بقسمها على السبيسيفيك جرافيتي. نيجي بعد كده عشان نحسب الامونت اوف تراي ايثانول امين ستيريت، برضو ضربها في الفاكتور وطلعت له 0.5 جرام. اخر حاجة بقى بالنسبة للووتر، احنا كنا كاتبين ووتر 200 لما ضربناها في الفاكتور بقت ووتر 225 جرام. هل معنى كده يا شباب ان احنا هناخد من الووتر 25 جرام؟ طبعا لا، لان احنا قلنا ده معناها ان ده الكمية الكلية اللي انت هتحضرها هي 25 جرام. طب انا عايز احسب كمية الووتر اللي انا هحتاجها بقى، الكمية الفعلية من المية اللي انا هستخدمها في اثناء الشغل، اعمل ايه؟ اخد ال 25 اللي هو القيمة الكلية اللي انا هحضرها واطرح منها كل الحاجات التانية اللي عندي في التحضيرة. فانا عندي مثلا 2 جرام بيز واكس، طب اجي على الليكويد بارافين هلاقي عندي رقمين، رقم بالجرام ورقم تاني بالملي. هاخد الرقم اللي بالجرام ولا اللي بالملي؟ هاخد طبعا الرقم اللي بالجرام، لان كل الحاجات التانية الفاليوز بتاعتها انا واخدها بالجرام. فلما يكون عندي جرام وملي وبقية الحاجات بالجرام هختار الفاليو اللي هي بالايه؟ بالجرام، اللي هي الـ 8.75 جرام. هتلاقي هي فعلا اللي هو مستخدمها عندك في حساب كمية الووتر، لاني بطرح كل الحاجات التانية بالجرام. واخر حاجة طبعا الفاليو بتاعت التراي ايثانول امين استياريت برضو بطرح منها. يبقى عشان احسب الكمية الفعلية من المية اللي انا هستخدمها في التحضير يا شباب، هاخد القيمة الكلية اللي انا بحضرها اللي هما 25 جرام، واطرح منها كل الحاجات التانية اللي انا حسبتها بالجرام. طلعت لي كمية الووتر بالجرام، طبعا كلنا عارفين ان السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الووتر بوان، فعشان احول من جرام لملي ليتر هقسم على واحد، هتفضل طبعا نفس القيمة. يبقى انت في الكالكوليشن يا شباب عندك اربع خطوات اساسية، واحد انك تحسب الفاكتور، اتنين انك تضرب كل حاجة من الحاجات الموجودة عندك في الفاكتور، تلاتة ان انت لو عندك حاجة ليكويد عايز تحولها من جرام لملي ليتر بتقسم على السبيسيفيك جرافيتي، ورقم اربعة طبعا انك تحسب كمية الووتر، ان انت بتاخد القيمة الكلية وتطرح منها كل الحاجات التانية بالجرام. مهم جدا بطرح الحاجات التانية كلها بالايه؟ بالجرام. دول الاربع خطوات الاساسية في الكالكوليشن بتاعك. طب يا شباب التراي ايثانول امين استياريت اللي هو الايمالسيفاير بتاعي ده، انا ما بلاقيهوش عندي جاهز كده في بوتل او زينه واخده اشتغل بيه، امال انا بعمل ايه؟ لا، انا باخد التراي ايثانول امين ده لوحده، والاستياريك اسيد ده لوحده، ده تبع الاويلي فيز وده تبع الاكويس فيز، ولما بحط البيكر على الكاسرول يتفعلوا الاثنين مع بعض ويدوني التراي ايثانول امين استياريت. ده بسميه انسيتو ايمالسيفاير. يعني ايه انسيتو؟ انسيتو يعني بيتكون معايا في الحال، بيتكون معايا اثناء وانا بحضر الايمالشن بتاعي. يبقى يعني ايه انسيتو ايمالسيفاير؟ يعني الايمالسيفاير بينتج عن تفاعل حاجتين في التحضيره بتاعتي ويتكون اثناء الشغل، اثناء ما انا بحضر بيتكون معايا الايمالسيفاير. ايه examples على الانسيتو ايمالسيفاير؟ التراي ايثانول امين استياريت،
ليه؟ لان انا بيبقى عندي الترايثانولامين ده في البيكر والاستياريك اسيد ده في الكاسرول، ولما بحط البيكر على الكاسرول يتفاعلوا مع بعض وبيدوني الترايثانولامين استياريت اثناء الشغل بتاعي. يبقى احنا عرفنا يعني ايه انسيتو ايمالسيفاير. طب انا حسبت في حساباتي ان انا هحتاج قد ايه من الترايثانولامين استياريت. طب انا عايز اعرف بقى هاخد من كل حاجه لوحدها قد ايه؟ انا مش هاخد الاثنين على بعض، انا عايز اعرف هاخد قد ايه من الترايثانولامين وقد ايه من الاستياريك اسيد. انا ببقى عارف يا شباب ان انا كل 1 مولكيول من الترايثانولامين اللي هي المولكيولر ويت بتاعتها كذا بتتفاعل مع 1 مولكيول من الاستياريك اسيد اللي هي المولكيولر ويت بتاعتها كذا عشان تديني 1 مولكيول من الترايثانولامين استياريت اللي هي المولكيولر بتاعتها 433. تاني يبقى انا عارف ان كل 1 مولكيول من الترايثانولامين بيتفاعل مع 1 مولكيول من الاستياريك اسيد عشان يديني 1 مولكيول من الترايثانولامين استياريت. فحطيت المولكيولر ويت بتاع الترايثانولامين لما يتفاعل مع المولكيولر ويت بتاع الاستياريك هيديني المولكيولر ويت بتاع الترايثانولامين استياريت. طيب انا بالنسبه لي كنت حاسب ان انا عايزه احضر قد ايه 0.5 جرام ترايثانولامين استياريت. هقوم قايل بقى ان انا باخد ترايثانولامين الرقم ده لو عايزه احضر 433، يبقى اكس لو عايزه احضر 0.5 وابتدي اعمل كريس كروس اعمل مقص. نفس الكلام الاستياريك اسيد باخد الرقم ده اللي هو 284 لو عايزه احضر 433، يبقى اكس لو عايزه احضر 0.5 وابتدي اعمل الكريس كروس واحسب الترايثانولامين كميته لوحده والاستياريك اسيد لوحده عاوز منه كميه قد ايه. فهو لما حسبها فهو حسب كمية الترايثانولامين يا شباب طلعت معاه 0.2 جرام. برضو الترايثانولامين الاسبسيفيك جرافيتي ب1 فال 0.2 جرام بتعادل 0.2 مل. هلاقيه بعد كده ضربها لي في 1.5. ايه بقى ال 1.5 ده يا شباب؟ بيقول لي ده البيوريتي. يعني ايه البيوريتي؟ يعني الترايثانولامين ده نسبة البيوريتي بتاعته قليلة، فلو انت عايز 0.2 مل اضربها في 1.5. هو البيوريتي بتاعته مش عالية، فعشان نوصل للبوينت 2 مل ده محتاجين ناخد كمية اكبر شوية. اكبر شوية بقد ايه؟ بان انا اضربها في 1.5. فال 0.2 مل ضربها في 1.5 فحسبها بعد كده. حول بقى من الملي لدروبس زي ما انت عارف، لما يكون عندك فوليوم اقل من 1 مل بتحوله لدروبس. بالزاي بان انت بتضربه في 20، لان الملي الواحد بيبقى فيه 20 دروب. ففي النهاية عرفنا ان احنا هنحتاج من الترايثانولامين 6 دروبس. نقولها تاني، انت الاول حسبتها عادي انها 0.2 جرام، بعد كده حولتها الملي بان انت قسمتها على الاسبسيفيك جرافيتي، ضربتها في البيوريتي فاكتور اللي هو بيبقى جيفن هو عطهولك عشان المادة دي مش بيور. فانا عشان احصل فعليا على 0.2 ملي ترايثانولامين محتاج اخد كميه اعلى شويه، فال 0.2 بقت 0.3 مل. طب ازاي هاخد ال 0.3 مل؟ اي كميه اقل من 1 ملي بحولها لدروبس. ازاي من ملي لدروبس؟ اني بضرب في 20، لان الملي الواحد فيه 20 دروب. فال 0.3 مل تحولت في الاخر الى 6 دروبس. وكمان طبعا حسبنا كميه الاستياريك اسيد مباشره طلعت 0.33 جرام. طيب يا شباب احنا كده خلصنا خلاص الكالكوليشن وعرفنا من كل حاجة هنحتاج قد ايه. عايزين بقى نبتدي نشتغل ونحضر التحضيرة بتاعتنا. اول حاجة زي ما اتفقنا لازم اعرف كل حاجة، هي تبع الاويلي فيز ولا تبع الايكوس فيز، ولا هي ووتر انسوليبل سوليد، وهي سوليد ولا سيمي سوليد ولا ليكويد. نبص مع بعض على اول حاجة اللي هو البيز واكس. احنا قلنا البيز واكس ده ايه يا شباب؟ سوليد ليبت. اكتب جنبه سوليد ليبت. تاني حاجة عندنا ليكويد بارافين ده ايه؟ ليكويد ليبت. نكتب جنبه انه ليكويد ليبت. طب الترايثانولامين لو انتوا فاكرين احنا كنا قلنا ان هو ووتر ميثابل ليكويد، يعني بيتحط تبع الاكويس فيز. طب الاستياريك اسيد، الاستياريك اسيد برضو سوليد ليبت. واخر حاجة طبعا الووتر تبع الاكويس فيز. يبقى انا كده عرفت كل حاجة، هل هي ليبت ولا اكويس
هل هي سوليد ولا سيمي سوليد ولا ليكويد. طب نفتكر مع بعض كده يا شباب من الحاجات طبعا اللي هتتحط في الكاسرولز اللي هي الليبيدز. هنبدأ بالسوليد ليبيد. عندنا في السوليد ليبيد حاجتين، البيز واكس والاستياريك اسيد. على طول تفتكر ان احنا قلنا في الاستياريك اسيد ده حاجة مميزة جدا، ان هو اول ما بلاقيه في اي تحضير يا شباب هو اللي بنحط فيه الكاسرول اول واحد، ولازم نسيبه لمدة 15 دقيقة بعد ما يحصل له ميلتنج لوحده كده على الووتر باث من غير ما احط عليه اي حاجة تانية. يبقى الاستياريك اسيد ده اول حاجة حطها في الكاسرول يا شباب، وحسيبه لمدة 15 دقيقة بعد ما حصل له ميلتنج وهو على الووتر باث كده، بسيبه من غير ما اضيف عليه اي حاجة. بعد ما عدت ال 15 دقيقة اضيف السوليد ليبيد التاني اللي هو البيز واكس. بعد ما يحصل له ميلتنج على طول اقوم حاطط الليكويد بارافين. بكون مجهز طبعا عندي بقى في البيكر الاكويس فيز اللي هو عبارة عن تراي ايثانول امين والووتر، واقوم مسخن البيكر لدرجة حرارة 70 زي ما اتفقنا على الهوت بليت اللي هو يا اما الفيرست بابل بداية غليان، او ان انا بمسك البيكر يدوبك قادر استحمل درجة الحرارة. بعد ما وصل ل70 زي ما انتم فاكرين كنا بنحط البيكر كونتنت، بقوم حطه على الكاسرول كونتنت واحنا على الووتر باث، وبعمل ميكسنج بالبسل بستريس وفي وان دايركشن لغاية ما تتكون عندي الميلكي وايت باتشز، يتحول لونه كده يبتدي يتحول لونه للون الابيض. اقوم شايل الكاسرول واكمل تقليب برا الووتر باث لغاية ما يتكون عندي اللوشن بتاعي. جميل؟ لو سمحت بتتفرج على الفيديو بتاع طريقة التحضير لان هيفيدك جدا في ان انت تتخيل الخطوات بالظبط هتكون عاملة ازاي. خلاص؟ في حاجة مهمة جدا يا شباب بقى في اللوشن، ان اللوشن بتاعك يا شباب بتفضل سايبه في الكاسرول لغاية نهاية السكشن، ما تنقلهوش للبوتل بتاعتك غير لما تستنى لغاية اخر السكشن. ليه؟ لما بتسيبه وقت بيحصل كومبليت كولينج، بيبرد جامد جدا، فممكن تلاقي اللوشن بتاعك جمد. فلو جمد معاك تبتدي تضيف الووتر دروب وايز، هبتدي اضيف دروب وايز اديشن للووتر للوشن بتاعي، واعمل لهم ميكسنج بجلاس كلوريد كده بالراحه مع بعض لغايه ما الاقي اللوشن بتاعي رجع للكونسستنسي اللي انا عايزها، رجع مره تانية بقى فيسكس ليكويد. ساعتها اقدر ان انا انقله للبوتل بتاعتي. يبقى تاني يا شباب مهمه جدا المعلومه دي يا شباب، ان اللوشن بتاعك بعد ما انت حضرته في الكاسرول وبقى فيسكس ليكويد ما تنقلوش مباشره للبوتل بتاعتك. امال اعمل ايه؟ لا، اللوشن بتاعي ببتدي ان انا اسيبه خالص في الكاسرول لغاية نهاية السكشن، وابص عليه في نهاية السكشن لقيته مازال فيسكس ليكويد مفيش مشكلة، خلاص هبتدي انقله على طول للبوتل. لقيته جامد معايا شوية ببتدي اضيف الووتر دروب وايز اديشن من الووتر، واعمل ميكسنج كده كل ما احط كام دروب من الووتر اعمل ميكسنج بالجلاسرول لغاية ما يرجع مرة تانية يبقى لوشن، يبقى فيسكس ليكويد مرة تانية. في الحالة دي اقدر انقله في البوتل. طب انا بقولك ليه سيبه في الكاسرول لغاية نهاية السكشن؟ عشان انت لو حطيته على طول في البوتل بتاعتك واستنيت لنهاية السكشن بقى هتلاقيه جمد في الازازة. في الحالة دي انا مقدرش ان انا احل المشكلة، لكن هو لو كان موجود معايا في الكاسرول اقدر ان انا اعمل دروب وايز اديشن للووتر وارجعه مره تانية لبوربل لوشن، وبعد كده انقله معايا في البوتل. يبقى دي مهمه جدا يا شباب، محدش ينقل اللوشن من الكاسرول للبوتل مباشره بعد ما يحضره، لا يسيب الكاسرول لغايه نهايه السكشن. عشان كده بقولك ابدا باللوشن وحضر بقى اي حاجه تانية عندك، وفي نهايه السكشن بص عليه لقيته مازال بوربل ليكويد كده هيتصب معاك سوري في البوتل كده تمام. لقيت ان هو جامد منك في الحالة دي هتبتدي تضيف شوية ووتر دروب وايز وتعمل ميكسنج بالجلاسرود كده بالراحة لغاية ما يبقى بوربل ليكويد، وتقوم نقله في الحالة دي للبوتل بتاعتي. طب ايه هي البروبرتيز اوف ا جود لوشن؟ ازاي اعرف ان اللوشن اللي انا حضرته ده جود لوشن؟ اول حاجة ان يكون فيسكس ليكويد، ما ينفعش انا جايه اصحح باجي اشوف كده من البوتل بنزله من البوتل بينزل معايا كده زي الووتر كده، يبقى انت مش فيسكس ليكويد. تاني حاجه زي ما اتفقنا لازم يكون بوربل، ما ينفعش اجي افتح البوتل بتاعتك عشان انزل اللوشن الاقيه مش بينزل خالص من البوتل، يبقى انت كده استعجلت وعملت له باكجينج بسرعه من قبل ما تتاكد ان هو في صوره بوربل ليكويد.
رقم 3 ان يكون ليه مات ابييرنس، لان احنا اتفقنا ان هو اويل ان ووتر ايمالشن، يعني الووتر هو الاكسترنال فيس، فما ينفعش ان هو يكون بيلمع، بيكون ليه مات ابييرنس. بالنسبه للليبل يا شباب، طبعا هيبقى عندنا ريد ليبل لان اللوشن ده فور اكسترنال يوز، فبيبقى الليبل بتاعي ريد. عندنا في اول جزء بنكتب طبعا اسم التحضيره بتاعتنا اللي هي الكلينسنج لوشن، وبيبقى اول لتر من كل كلمه بيكون كابيتال طالما هي حاجة for external use، وبنكتب to be applied as directed. بعد كده السطر التالت بيبقى فيه instruction for use، يعني اي instruction انت عايز تقولها لاستخدام المنتج بتاعك. فانت عندك هنا في اللوشن instruction بتاعتي بتكون shake bottle well before use، واخر حاجة طبعا اسمك والتاريخ. cleansing lotion عندنا تاني تحضيرة اللي هي alkaline sulfate stabilized emulsion، او اللي احنا بنسميه الكلينسينج كريم، وده موجود عندك في الكتاب صفحة 49. عندنا البيز واكس، الليكود بارافين، الهارد بارافين، الوايت سوفت بارافين، ستايل الكول، وصوديوم لورايد سلفيت، ووتر 200 جرام، وطالب منك ان انت تحضر 25 جرام اوف كلينسينج كريم. طيب من وجهة نظركم يا شباب، ايه مين هنا هو الايمالسيفاير؟ طبعا عارفين كلنا ان الصوديوم لورايل سلفيت is an emulsifier، وان هو بيديني طبعا oil and water emulsion، يبقى الكلينسنج كريم is an oil and water emulsion، وطبعا الامالسيفاير اللي عندي هو الصوديوم لورايل سلفيت. بالنسبة للكالكوليشنز يا شباب، دي بقى احنا طالبين منك ان انت تفكر فيها وتحسبها لوحدك، لانها نفس الخطوات برضو، هتجيب الفاكتور وهتضرب كل حاجة في الفاكتور. لو عندك حاجة ليكويد هتحولها من جرام لملي لتر، بان انت بتقسم على السبيسيفيك جرافيتي، واخر حاجة ان انت بتحسب كمية الووتر اللي انت بتحتاجها، اللي هو هيبقى الكمية انت عايز تحضرها، وبتطرح منها كل الحاجات التانية بالجرام، فانت هتحسبها لوحدك. طيب بالنسبة لطريقة الشغل زي ما اتفقنا، عايزين نعرف كل حاجة، هل هي تبع الاويلي فيز ولا الاكويس فيز، ولا هي ووتر انطالبل صلب. عندنا اول حاجه البيز واكس، خلاص عرفنا ان هو سوليد ليبيد، الليكويد بارافين ليكويد ليبيد، هارد بارافين سوليد ليبيد، الوايت سوفت بارافين اللي هو طبعا الفازلين عارفين ان هو سيمي سوليد ليبيد، الستايل الكول عندنا سوليد ليبيد، الصوديوم لورايد سلفيت طبعا عارفين ان هو ووتر سوليبل سوليد، فبنحطه تبع الاكويس فيس في البيكر، وطبعا الووتر اكويس فيس في البيكر. يبقى يا شباب احنا عندنا هنا، عندنا في ستوريد ليبت، عندنا بيز واكس، وعندنا هارد بارافين، وعندنا استيتايل الكول. فهنحط الاول هارد بارافين لان ميلتنج بوينت اعلى، بعد ما يحصل له ميلتنج في الكاسرول هنحط البيز واكس، بعد ما يحصل لها ميلتنج احط استيتايل الكول. يبقى خلصت كده السوليد ليبت، هحط بعد كده طبعا الوايت سوفت بارافين او اللي هو الفازلين لان ده سيمي سوليد، بعد ما يحصل له ميلتنج هنحط الليكويد بارافين. وطبعا بكون محضر بقى البيكر بتاعي اللي هو زي ما اتفقنا في الصوديوم لورايد سلفيت والووتر، وهتكمل بنفس الطريقه زي ما اتفقنا. هتبتدي ان انت طبعا بتعمل هيتنج للبيكر لدرجه حراره 70، وبعد كده بتحط البيكر على الكاسرول بتاعتك، وتبتدي تعمل بقى ميكسنج بيربنديكولر وبستريس وفي وان دايركشن على الووتر باث في الاول لغايه ما تظهر الوايت باتشز، وبعد كده تكمل تقليب بره الووتر باث. لكن طبعا هنا هيتحول معاك بقى الى الكريم بتاعك، فاول ما يتحول معاك الى السيمي سوليد كريم كده، تقوم عامل له باكجينج في البوكس، وهتلاقي الطريقه بتاعه الباكجينج متوضحه في الفيديو بتاع الديمو. كده عرفنا طريقه تحضير الكلينسينج كريم. عايزين بقى نتكلم عن الليبل. انا عندي طبعا في زي ما اتفقنا، فاول حاجه بيبقى عندي الاسم بتاع التحضيره، فاسم التحضيره هنا هو الكلينسينج كريم، وزي ما اتفقنا ان اول لتر في كل كلمه بيكون كابيتال. طبعا حاجه اكسترنال يوز، فبتبقى تو بي ابلايد اس دايركتد. بنكتب طبعا عشان هو كريم بيبقى ستور ان ا كول بليس، وطبعا الاسم والتاريخ. ومش محتاجه افكرك ان اي حاجه فور اكسترنال يوز بتتكتب على ريد ليبل. اخر تحضيره في الكلينسنج بريباريشن هي البيز واكس بوركس ايمالشن، اللي احنا بنسميه شباب الكولد كريم، وده موجود عندك في الكتاب صفحه 47. بيتكون من البيز واكس، ليكويد بارافين، ستايل الكول، وبوركس، ووتر، وطالب برضو منك تحضر 25 جرام اوف كلينسنج كريم. عايزين نفكر مع بعض ايه هو الايمالسيفاير اللي عندك في التحضيره دي.
الامالسيفاير اللي هنا يا شباب ان انت بيبقى عندك البوركس. البوركس زي ما كلكم عارفين هو عبارة عن صوديوم بوريت، فبيبقى هو فيه هنا صوديوم في البوركس، بيتفاعل مع الفري اسيدز الموجودة في البيز واكس وبيديك صوديوم سولت اوف اسيد. يبقى اذا ده يا شباب يعتبر برضو زي ما اتفقنا اكزامبل على الانسيتو ايمالسيفاير. ليه انسيتو ايمالسيفاير؟ لان انا بحط البوركس لوحده وبحط البيز واكس لوحده وبعدين هما الاثنين بيتفاعلوا مع بعض وبيدوني الايمالسيفاير اثناء الشغل، اثناء وانا بحضر، فده بنسميه انسيتو ايمالسيفاير. يبقى ده اكزامبل على انسيتو ايمالسيفاير. ونوع الايمالشن في الكولد كريم بيكون ووتر ان اويل ايمالشن. بالنسبه للكالكوليشن والليبل طبعا هنبقى طالبين منك ان انت تجهزهم مع نفسك في البيت، لان طبعا هما نفس الخطوات اللي تم شرحها قبل كده، وطريقه كتابه الليبل نفس الكلام اللي احنا قلناه في حاله الكلينسينج كريم، نفس الكلام هتكتبه هنا في الليبل. فلو سمحت بتجهز الكالكوليشن والليبل قبل ما تيجي السكشن. طيب بالنسبه لطريقه الشغل بقى، عندنا زي ما اتفقنا هنعرف بقى اول حاجه ان البيز واكس اتفقنا انه سوليد ليبيد، الليكويد بارافين هو ليكويد ليبيد، الستايل الكول سوليد ليبيد، البوركس اتفقنا ان هو ووتر سوليبل سوليد فده اكويس فيز، وطبعا الووتر في الاكويس فيز. بالنسبه للترتيب اللي هنشتغل بيه خلاص عرفنا ان بنحط البيز واكس الاول يحصل له ميلتنج، وبعد كده الستايل الكول يحصل لها ميلتنج، وبعد كده الليكويد بارافين، وان البوركس هيتحط مع الووتر في البيكر وبنسخنه لدرجة حرارة 70 زي ما اتفقنا، وبعد كده بنعمل ميكسنج في وان دايركشن على الووتر بات لغاية الوايت باتشز ما تتكون، وبعد كده بكمل ميكسنج اوتسايد الووتر بات لغاية ما يتحول معايا الى الكريم. طيب احنا يا شباب خلصنا خلاص الكلينسنج بريباريشن، وهنتكلم بقى عن المويتشرايزر والايموليانت بريباريشن اللي هي المرطبات اللي بتستخدم في علاج الدراي سكان. ليها ميكانيزم من ثلاثة. اول حاجة انها بتقلل الترانس ابيديرمال ووتر لوس، يعني هو الدراي سكان اصلا سببه انه بيحصل اكسسيف ووتر لوس من الستراتم كونيوم، فبيحس الجلد الانسان بجفاف في الجلد. الحاجات دي بتبقى عبارة عن حاجات لايبوفيليك زي الفيجيتابل اويلز او المينرال اويلز او الفازلين او اللانولين. لما بنعمل لها ابلكيشن على السكان بتكوني حاجة اسمها اوكلوسيف فيلم، طبقة عازلة بتمنع الترانس ايبيديرمال ووتر لوس، بتمنع الووتر لوس من الايبيديرمس، وبالتالي بتحافظ لي او بتعالج على الووتر كونتنت في السكان وبتعالج لي الدراي سكان. يبقى ده اول ميكانيزم. تاني ميكانيزم اللي هما الهيومكتنت، ودول بيعملوا سبلمنتنج للسكان ووتر كونتنت من خلال ان هما بيعملوا اتراكشن للووتر من الاتموسفير من الهيوميديتي من الرطوبه اللي في الجو، بياخدوها وبيدوها للسكان بتاعي فبيعالجوا لي الدراي سكان، حاجات زي الجليسرولز او الليكويد بي اي جي. بس حاجه مهمه جدا نكون عارفينها يا شباب ان الهاي كونسنتريشن من الهيومكتنت شود بي افويدد، ما ينفعش ان انا استخدم هايلي كونسنتريتد هيومكتنت. ليه؟ لان في الحاله دي هو هيسحب الووتر من الجلد نفسه، فهاي كونسنتريشن من الهيومكتنت ده شود بي افويدد. رقم ثلاثة ان احنا عندنا بعض الحاجات زي اليوريا واللاكتيك اسيد والفوسفوليبيدز، دول بيدوني نفس الافكت بتاع الناتشرال مويسترايزنج فاكتور اللي هو بيمسك في الووتر داخل الاسكان. يبقى يا اما انها بتكون اوكلوسيف فيلم على الاسكان، يا اما انها بتاكت از هيومكتنت يسحب الرطوبه من الجو ويديها للاسكان بتاعي، او انها بتاكت لايك الناتشرال مويسترايزنج فاكتور حاجات زي اليوريا واللاكتيك اسيد والفوسفوليبيدز. المويسترايزر يا شباب قد تكون ووتر ان اويل ايمالشن وقد تكون اويل ان ووتر ايمالشن. دايما الووتر ان اويل ايمالشن طبعا بتكون هيفي ايمالشن، لان الاكسترنال فيس بتاعي بيكون عباره عن اويل فبيكون هيفي ايمالشن وبيفضل على الجلد طبعا لوقت اطول لان الاكسترنال فيس اويلي، فبيبقى ليه لونج لاستنج افكت، لونج لاستنج افكت يعني تاثيره بيكون لوقت طويل وبيديني ايموليانت افكت كويس جدا. لكن طبعا نتيجة ان هو اي حاجة فيها الاويل as external phase بتكون شايني، بتكون بتلمع شوية، فده دايما بستخدمه ك night cream. على العكس الحاجات الاويل and water emulsion اللي الاكسترنال phase فيها water طبعا بيكون light emulsion ممكن ان هو يتشال بسهولة، فبنستخدمه ك daytime cream and lotion. دلوقتي بقى يا شباب هنتكلم عن الفانيشينج كريم، وهو بنسميه كده لان هو لما بيتحط على السكن مش بيبان ان احنا حاطين اي
كريم او اي حاجه على السكن بيختفي بسهوله بمجرد ان انا بعمل له ابلكيشن على السكن. وده ليه؟ لان هو عباره عن اويل اند ووتر ايمالشن، في نسبه كبيره من الميه، والاويل فيس بيكون فيه استياريك اسيد في الاغلب. ولما بنعمل ابلكيشن على السكن طبعا الووتر بيحصل لها ايفابوريشن، والاستياريك اسيد نظرا ان الميلتنج بوينت بتاعتها اعلى من البادي تمبريتشر بتبتدي يحصل لها كريستاليزيشن على السكن، والكريستلز بتاعتها بتكون انفيزبل، يعني بيبقى فيه صعوبه ان احنا بنشوفها، فبالتالي ما بنحسش بوجود الكريم على السكن. الفانيشنج كريم بيستخدموه كبيز عشان نحضر بيه مويسترايزنج واموليانت برودكت، وكمان بيستخدموه از ا فاونديشن كريم. في حاله استخدامه از فاونديشن كريم بنضيف عليه يا شباب لانولين او اي ماده تانية تخليه مور فيسكس. ليه؟ لانها بتساعد ان احنا بعد كده بعد الفاونديشن كريم لما السيده بتيجي تحط باودر بيساعد جدا يحصل باودر ريتنشن، ان الباودر يحصل لها ريتنشن على الفاونديشن كريم. بالنسبه لبقى تحضير الفانيشينج كريم يا شباب، هيبقى عندنا الاستياريك اسيد، بوتاسيوم هيدروكسيد، جليسرين، ووتر 200 جرام، وطالب برضو منك ان انت تحضر 25 جرام اوف فانيشينج كريم. عايزك بس هنا طبعا تفكر ايه عندك هنا برضو الايمالسيفاير بتاعنا. تفتكره هنا الايمالسيفاير بتاعنا انه برضو نفس الفكره، البوتاسيوم هيدروكسيد بيتفاعل مع الستيريك اسيد، فاكرين زي ما قلنا التراي ايثانولامين في الكلينسينج لوشن بالظبط، نفس الفكره بوتاسيوم هيدروكسيد بيتفاعل مع ستيريك اسيد بيديني البوتاسيوم استياريت از ان ايمالسيفاير، وطبعا ده يعتبر اكزامبل على انسيتو ايمالسيفاير لان بيتكون اثناء التحضير، ونوع الايمالشن هنا بيكون عباره عن اويل ان ووتر ايمالشن. بالنسبه للكالكوليشنز والليبلز برضو مطلوب منك ان انت تجهزهم في البيت قبل ما تروح السكشن. بالنسبه لطريقه الشغل، انت ما عندكش هنا كاويلي فيز غير استياريك اسيد بس، واتفقنا انه بيتساب لمده 15 دقيقه بعد ما يحصل له ميلتنج على الووتر بوت قبل ما نضيف عليه اي حاجه تانية. بالنسبه للبيكر بتاعك طبعا عارف ان هيبقى فيه البوتاسيوم هيدروكسيد لان ده بيدوب في الميه، هنحط معاهم الجليسرين والووتر ونعملهم ميكسنج بالجلاس رود زي ما اتفقنا، هنعمل برضو هيتنج للبيكر كونتنت لدرجه حراره 70، وبعد كده تبتدي تضيف البيكر كونتنت على الكاسرول، ونفس بقى الخطوات اللي احنا اتكلمنا فيها. هنتكلم بقى عن اخر تحضير يا شباب، عن الانتي اكني لوشن، ودي مختلفه شويه عن التحضيرات اللي احنا قلناها، لان احنا كل اللي قلناه قبل كده سواء كلوشن او ككريم كان في صوره ايمالشن. احنا هنتكلم دلوقتي في الانتي اكني لوشن عن السسبنشن لوشن، يعني يبقى اللوشن بتاعي ده عباره عن سسبنشن، يعني بس عندي ووتر انسوليبل سوليد وعندي اكويس فيهيكل، ما عندناش اويلي فيس. طيب لو بصينا، طيب التحضيره بتاعتنا بتتكون من ايه؟ عندنا اول حاجه بريسيبتيتد سلفر، ساليسيليك اسيد، زنك اوكسايد، كالاماين، جليسرول، صوديوم لورايل سلفيت، والكول، وودر. زي ما انت شايف فعلا عندنا الاول اربعة دراجز بتوعنا السلفر والساليسيليك اسيد والزنك اوكسايد والكالاماين، دول هم عبارة عن الووتر انسوليبل دراجز بتاعتنا، وعندنا بقية الحاجات كلها عبارة عن الاكويس فيهيكل، وطبعا الصوديوم لورايل سلفيت هنا هيبقى اكتنج از ا ويتنج ايجنت. بالنسبه للكالكوليشن يا شباب نفس اللي احنا قلناه قبل كده، الحاجه الوحيده المختلفه ان هو عطيك هنا بالبرسنت مش بالجرام، يعني عطيك كل الارقام بتاعتك كبرسنت. دي حاجه ما تقلقش منها خالص، هو عباره بس اللي انت هتعمله ان انت هتحول البرسنت ده للجرام، فهيبقى الووتر 200 جرام والارقام دي كلها هتحولها لجرام، فبدل ما هي برسنت هنعتبر انها بالجرام، وهتشتغل الحسابات بتاعتك عادي، واعطيك تحت طبعا السبيسيفيك جرافيتي بتاعه الجليسرول وبتاعه الالكول عشان هتحتاجها في الحسابات. يبقى بالنسبه للكالكوليشن والليبل انت المفروض بتفكر فيهم طبعا ان شاء الله وتجهزهم معاك في الكتاب. بالنسبه بقى طريقه الشغل مختلفه شويه طبعا عن الايمالشن لوشن اللي احنا اتكلمنا فيه، لان ده عباره عن سسبنشن زي ما اتفقنا. هتعمل ايه؟ في البدايه خالص هتاخد السلفر بتاعك هتعمل له جرايندنج في المورتر وبتطلعه على ورقه بره. طب ليه انا مش بعمل جرايندنج لكل السوليدز مع بعض؟ لان هما مش كلهم هيحتاجوا نفس درجه الجرايندنج، يعني ممكن في حاجات السايز بتاعها اكبر هتحتاج جرايندنج لمده اطول، يعني بنعمل جرايندنج لكل دراج على حده. فهبدا الاول بالسلفر اعمل له جرايندنج واطلعه على ورقه بره،
وبعد كده هبدأ بالكالاماين اعمله جرايندنج واطلعه على ورقة بره، وبعد كده بالزنك اوكسايد واعمله جرايندنج وابدأ اعمل ليفيجيشن بالجليسرول. واتفقنا ان احنا بنفضل نضيف الجليسرول دروب وايز لغاية ما الباودر بتاعي يتحول لسموث بيست ونسمع الكليكينج ساوند. كده ابقى خلصت ليفيجيشن للزنك اوكسايد، ابتدي اضيف السلفر واعمل برضو بيه واعمله ليفيجيشن بالجليسرول، وبعد كده اضيف الكالاماين واعمل ليفيجيشن بالجليسرول. كده احنا خلصنا اول ثلاثة دراجز وعملنا لهم ايه ليفيجيشن بالجليسرول بتاعنا. هنحضر بعد كده في البيكر الاولاني هنحط كمية الووتر اللي احنا حسبناها مع الصوديوم لورايل سلفيت، ولو كان متبقي اي حاجة من كمية الجليسرول بتاعتنا ممكن برضو بنحطها في البيكر، وبنعمل لهم ميكسنج بالجليسرول عشان الصوديوم لورايل سلفيت تدوب في الماء. وبجهز بيكر تاني بحط فيه الساليسيليك اسيد والالكول، طبعا الساليسيليك اسيد ده هيدوب في الالكول بتاعنا. يبقى انا جهزت كده 2 بيكرز، هبدا اول حاجه بالبيكر اللي فيه الاكواس فيز وصوديوم لورايل سلفيت، وهبتدي اضيفه بورشن وايز على المورتر واعمل ميكسنج بالبسل. بعد ما ضفت البيكر الاولاني ابتدي اضيف البيكر الثاني وبرده بعمل ميكسنج بالبسل لغايه ما يتكون عندي السسبنشن بتاعي، وبعد كده بنقله في البوتل بتاعه اللوشن بتاعنا. زي ما انت شايف ان احنا مفيش اي حراره، ودي طبعا حاجه منطقيه لان زي ما اتفقنا ده عباره عن سسبنشن مش ايمالشن، فما عنديش اويلي فيز، ما فيش حاجه محتاجه ان يحصل لها اي ميلتنج. احنا كده خلصنا الشرح بتاعنا يا شباب. زي ما اتفقنا شرحنا 5 تحضيرات، لكن انت هيجيلك بس تحضيرتين يوم سكشن، واحده لوشن واحده كريم. Thank you.